الإخوة والأخوات في كل مكان النجاح والتميز في الأوضاع غير الطبيعية نوع من التحدي للوضع وإثبات الوجود وحجز مكان في الصدارة ما يميز حلقة اليوم من برنامج بصمة أن أبطالها طالبات في عمر الزهور حققنا إنجازا إقليميا تحت رعاية معلمات ومدربات قادرات على صناعة المستقبل فأهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيل هذه الحلقة. هنا انتصر الاصرار على ضعف الامكانيات وتغلبت العزيمه على المعوقات فحضر النجاح والتميز وحققت زهرات تعز المراكز الاولى في المسابقه الدوليه للحساب الذهني بجمهوريه مصر العربيه بمشاركه 15 دوله انجاز دولي حققته طالبات تعز لليمن رغم الصعوبات والواقع العام في البلد غير المشجع للإبداع مقارنة بالدول المنافسة، لقد تحملنا المسؤولية كما يجب وحققنا إنجازا نوعي ومشرف. الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حلقة جديدة ومتجددة من برنامج بصمة تابعنا في ماضي الأيام الإنجاز الكبير الذي حققه طالبات المرحلة الابتدائية في مدرسة نعمة رساب بمحافظة تعز هذا الإنجاز الذي بالفعل أصبح مصدر فخر واعتزاز لكافة أبناء الشعب اليمني وربما أصبح مصدر إلهام للكثير من المدارس والطلاب على مستوى محافظات الجمهورية سوف نخوض في تفاصيل تفاصيل هذه الحلقة عن الكثير من الزوايا والجوانب التي ربما لم تطرق في لقاءات إعلامية سابقة وماضية رحبوا معي في مستهل هذه الحلقة بضيوف الأعزاء الأستاذ رجاء الدبعي مدير مدرسة نعمة الرسام الأستاذ عفاف مهدي مدرب ومشرف الفريق أيضا رحبوا معي بطالباتنا ومبدعاتنا ومتميزاتنا الثلاث آه هبه وحلا وانهار صح طبعا استاذه آه رجاء دعيني ابدا من المرحله الاولى لهذه المسابقه آه الكثير ربما تعتبر مصطلح حديث او جديد لاول مره يعرف فيما يتعلق بالحسابات الذهنيه آليته اسلوبه آه نظامه على ايش يعتمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشكر استضافتكم واشكر حضوركم واهتمامكم بهذه الفكره وهذا الموضوع وبطالباتي فكره الحساب الذهني طبعا هي فكره دوليه عالميه لم تصل الينا الا بعد بحث كبير كانت بالنسبه لي حلم كنت اقول كيف بوصل لهذا الحساب الذهني انظر الى الاطفال في اليابان في الصين كيف يحسبوا؟ اشوف الآلة حق الحساب الذهني فاستغرب يعني كيف وصلوا لهذه الأرقام؟ كيف يستطيع هذا الطالب أنه يتجاوب مع معلمه بهذه الطريقة وبشكل سريع بشكل مخيف يعني شعرت أنه إحنا متأخرين كثير هم وصلوا لهذه الأعداد وهذه الطريقة في التعليم وإحنا ما زلنا ما زلنا بالورقة والقلم والأصابع. فكان في قرارات نفسي كالتحدي لازم أوصل لهذه الفكرة لازم أبحث كيف أوصله لطالباتي ومدرستي سمعت عن أكاديمية سيئون وأن هذه الأكاديمية لديها هذا البرنامج طبعا حاولت التواصل معهم فاستجابوا طبعا ولكن الدعم المادي كان لا يتواجد معي كيف مدرسة؟ تغلبتي على مشكله الدعم المادي؟ ما... ما ما فيش يعني نقول ما فيش مصدر مادي تستطيع المدرسه ان تخوض هذه التجربه وما اديش التجربه هي بتنجح ولا ما بتنجحش يعني كانت مجازفه آه. هل بي... بينجح ال... المشروع والبرنامج؟ هل بتتقلب... بتقب الطالبه؟ هل بيكون عندي مدربات يتقبلين التدريب؟ آه. كانت فكره في راسي بس كنت متخوفه من الاقدام عليها وخاصة في في خضم انه عرض السعر اللي قدم لي من اكاديمية سيئون كان خيالي يعني بالاف الدولارات انا ما عنديش انا مدرسة حكومية ما عنديش خالص انا راتبي يا دوب فبحث طبعا عن عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية ايوه للتنمية حصلت على منحة او دعم ايوه ودربوا لي عشر مدرسات في المرحلة الأولى في المرحلة الأولى تم تدريب عشر مدرسات وهذه المدرسات طبعا على فتره بعيده كمان على بال ما استوعبين يعني المشروع وكم ما عندنا احنا طبعا الحقائب يعني دربت المدرسات لكن الحقائب كانت غير موجوده ولازم اشتري الحقائب اللي هي المنهاج والاباكس والى اخره ايوه العدادات هذه فكانت كانت ما ملكيش برضو دي تعتبر اني يعني صح انت دربت لي صندوق بس ما اعطيتنيش المواد عشان مدرساتي يبدا التدريب فكانت هذه هذه برضه تعتبر إعاقة يعني وما عرفتش يعني كيف أدبر, أدبر هذا الموضوع. توقفت عند عند هذه النقطة أه لحد ما جاء كذا مدرب وكان معه الأدوات هذه أدوات بسيطة بدأنا. أه استعنتم به. أيوه كان في عندي حافز أنني أبدأ فبدأنا معاهم. أه لحد ما وصلنا بدأت بتجربة أه تقريبا كذا 20 طالبة. كنت أشتي أشوف إلى أي مدى بتستجيب الطالبة؟ هل يؤثر على المنهج؟ هل يؤثر على المستوى الدراسي؟ يعني احنا درسنا الطالب وكيف رد الفعل سواء من الاسره كنا نتابع كل صغيره وكبيره في الطالب مش مجرد كان في متابعه مستمره ايوه لازم مه. نتابع المدربات الله يحفظهن كان يدربين في البدايه انا يعني ما ما قدرتش اشغل العشر المدربات شغلت ثنتين فقط آه هذين الأستاذ افتخار والأستاذ عفاف اجتهدين بانه آه يشرفين على هؤلاء الطالبات بحيث يقيمين الى اي مدى يكون في ايجابيات وما هي السلبيات طبعا حصل في سلبيات كثيره كانت في البدايه كله السلبيات هذه ما تتعلقش بالطالب لا تتعلق على الماده على الوقت وسائل التعليم ايوه على وقت الطالب إن كانت في وقت المدرسه الاسره كانت لسه مش مقتنعه بالفكره ونفس الاب الام متخوفين مره يعطونا ومره يقولوا لا ما طيب. تخرجيش من الحصه على ذكر الاقناع عن عود موضوع الاقناع للمجتمع لاولياء الامور للاسره للجهات الرسميه عن عود لكن خلينا ننتقل لعند الاستاذ عفاف آلية هذه المسابقة على إيش تعتمد؟ تعتمد على قدرات مثلاً ذهنية تعتمد على تعليم او انه ايضا عمليه اختيار الطالبات لهذا الموضوع كيف يتم؟ السلام عليكم طبعا اولا عمليه اختيار الطالبات هو كان بالاول عشوائي مثلا من م. بتسجل في كذا كذا مثلا دوره تدريبيه م. من بيسجل كان في اقبال كبير انما اختيار الطالبات طبعا في كثير متميزات م. يعني مش مش هؤلاء الطالبات فقط في كثير انما يعني نحن ناخذ عينه <applause> علشان يعني نعرضها للمجتمع وكذا اما انت لو جيت مثلا الصباح بتشوف عندنا يعني يعني مئات الطالبات يحلن بنفس الطريقه ويحسبن كلهم بنفس الطريقه طبعا معانا برنامجين الان اللي هو البرنامج الاول اللي هو الحساب الذهني طبعا هذا قد قد عملناه السنه الاولى وقد حصه دراسيه وقد الكل يعني شغل فيه البرنامج الثاني اللي هو برنامج الفيدا هذا برنامج الفيدا يخص المنهج الدراسي منه تسعة مستويات بدأت مع الطالبات للمستوى الخامس تقريباً، اللي هو الجذور والكسور والمعادلات جاءت فكره تعليم مهارات الحساب الذهني والفيده كثمره لهاجس التطوير المستمر عند اداره المدرسه تجاه طلابها فبادرت لتدريب معلمات على تعليم الطالبات هذه المهارات لتصبح ضمن الحصص الدراسيه لم يتوقف الامر هنا لقد قاد هاجس التطوير المستمر عند اداره مدرسه نعمه رسام الى تدريب مدرسين ومدرسات في العديد من مدارس مدينه تعز على تعليم هذه المهارات هل فازن في اي مستوى آه طبعا في في المسابقه الاولى اللي هي في ديكماث آه فاز بمستوى الضرب <applause> حصلنا على المركز الاول والثاني والرابع والخامس ما شاء الله. في مسابقه الحساب الذهني اللي هو الجمع والطرح المستوى الرابع كان اخذنا المركز الاول والثالث ما شاء الله <applause> طيب انتقل للبنات يعني شيء اسال البنات لما شاركتم في مصر وحلا ولا انهار حلا صح حلا لما رحتم مصر وشاركتم وكذا كيف شعرتم كيف كان الوضع كيف لما شفتوا الدول الثانيه معاكم تقريبا كان 12 دوله صح صح أيوة. <applause> أه يعني كان حلو لما رحنا لمصر يعني كنا نحسبها منهم يعني اذكى من احنا بس يعني ما طلعش يعني ما طلعش اذكى منكم طلعت من انتوا <applause> يعني. ما شاء الله او كان يعني حلو لما سافرنا او يعني شاركنا بالمسابقة والحاجه حق الفيدك ماث حق الفيدك ماث شاركنا في بيو حصلنا على المركز الأول والثاني والثالث ما شاء الله لا الأول والثاني والرابع والخامس الفيدك ماث ايوه وشاركنا بالمسابقات الحساب الذهني حصلنا على المركز الاول والثالث ما شاء الله طيب انتقل للاستاذه رجاء أق... اقناع المجتمع اقناع الاسره كيف كان طبعا اول ما بدانا بالبرنامج استدعيت اولياء الامور وجلست معهم و وكنت قد بدانا ندرب طالبه وعرضنا الطالبه عليهم عشان تفاهمنا مع وليه امر وعرضنا الطالبه عليهم من خلال هذه هذا العرض بدا اولياء الامور يتحمسوا للموضوع فبعدين عرضت الفكره متكامله وانه في عشرة مستويات وانه لازم يوقفوا معي ونكون يد واحده وانه المبالغ يتحملوا معي حتى شاركوك ايوه ف كان تمام الى حد ما في استجابه في بعض العراقي انه كانت الحصه انه ما كانت حصه دراسيه كان نخرجهم من مثلا ناخذهم اول الدوام فياخذ من الحصه الاولى فكان هذه برضو من العوائق والصعوبات صحيح. اللي آه، لاقيناها مع اننا كنا نقوم بعمليه تغطيه للمنهج في وقت اخر بس يظل ولي الامر أثرش، ما اثرش ما اثرش, طبعًا لا،, لا, لا لا انت عالجت البرنامج هذا الحساب الذهني لما قمنا بعمليه تدريبه آه، اخرج طالبات كثير من من اللاثقه من الحياء من الخوف آه، عمل لهن تعزيز نفسي <applause> أه فكان <applause> تقدمهن رائع ومهينة لما الاب ولي الامر شاف بنته ان تغيرت شخصيته واصبحت مه. متحدثه ولبقه وثقه و و... ايوه وتحمل كذا مهاره معينه اصبح بعد كذا يفخر فيها فبدأ ولي الامور كلهم يطلبوني انه آه كمان احنا كمان نشي آه يعني هذه الفكره ونشي نعلم طلابنا فشفت الاقبال بدا فكان لازم انني ازيد من عدد المدربات واستمر مم. وبالفعل خضنا اول مسابقه وطنيه هنا في تعز كم كان عدد المدارس كان عددهم بس عددهم بسيط المدارس في المسابقه الوطنيه اللي اقيمت في تعز ايوه تقريبا كانت 100 طالب مم. وطالبه وفازوا فقط يمكن اربع مدارس او خمس مدارس في تلك الفتره بس كان خير كثير احنا ما كناش نتوقع مم. انه بيكون في استجابه كويس بعد ذلك أقدمنا على هذه المسابقة الدولية، كان على أساس إنه إحنا رايحين عشان الفيدا. إحنا رايحين عشان الفيديك ماث، أيوه الفيديك ماث، و بإعتبار إنه هم طالبين الطالبات اللي تدربوا معانا من خلال هذا البرنامج، إنه تعالوا تسابقوا مع طلابنا هناك في مصر. فإحنا عزمنا طبعًا ورحنا مصر، ولما كنا هناك وحصلنا على المركز الأول وال كان معانا حتى طالب البراء كان برا المدرسة من مدرسة سبا أتحمسوا البنات وسمعنا هناك أنه في مسابقة عن الحساب الذهني فقلنا فرصة إحنا موجودين في مصر وفرصة للطلاب أنهم يخوضوا تجربة ثانية في المسابقة فسجلنا بالأكاديمية هذه رغم أن إحنا ما كنا ما نعرفش هذه الأكاديمية بس سمعنا أنه في أكاديمية بتقيم مسابقة فاتصلنا وسجلنا ورحبوا في مصر في مصر في نفس الأسبوع أثناء وجودكم في مصر أيوة حاولنا نراجع البنات وأعدتهم الأستاذة عفاف طبعا وأخذوا المسابقة وأخذنا المركز الأول والثالث بكل جدارة ما شاء الله البنات الحمد لله في تحدي في تنافس في تشعر أنهم في عزيزة. عند مش كذا مسؤولية احساسهم انه لازم اعود بالكاس ولا ما احنا جينا ايش نعمل؟ بالطبع انه يمثلوا بلد ايوه فكان طيب. استشعارهم للمسؤوليه كبير طيب انتقل للأستاذ عفاف يعني هل هل في في شروط عمرية معينة مثلا فئة عمرية اخذ الطفل مثلا من سن معين او انه ممكن اي واحد يتعلم الحساب الذهني؟ طبعا برنامج الحساب الذهني وبرضه الفيدك الفيدك ماث من عمر اربع سنوات حتى عمر 14 سنة من اربع سنوات ل 14 ايوه اي اي عمر من هذه الاعمار لا يشترط يعني عمر معين ولا يشترط مم. مستوى معين ولا حتى مستوى ذكاء معين اي طالب نحن نرفع من مستوى ذكائه نحن ندربه وكله يجيب التدريب يعني حتى بالبدايه مش ما بيكونش بذيك السرعه ولا بذيك القوه بس مع التدريب كله كله بيجي طيب انهار حدثينا عن المستوى اللي اشتركتي فيه في المسابقه اشتركت في 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 دكماس في مستوى الضرب وفي الحساب الذهني في مستوى الجمع والطرح المستوى الثالث اه والرابع تقريبا هبه هبه صح كيف حالك يا هبه مالك ضابحه الحمد لله يا هبه بعد المسابقه هذه تعلمتوا مستوى متقدمه؟ ايوه اي شيء؟ تعلمت الجذور والمعادلات وتعلمت <applause> الجذور والمعادلات والمضاعفات الجذور والمعادلات والمضاعفات، يعني لو في معادله ممكن تحليها؟ استاذ عفاف أيوة. تجربه كذا اختاري معادله او ثنتين وجذور ونسال هبه طبعا انا لا لا تقول لي ترجع لعندي مش فاهم انا يلا هبه مستعده أيوة. الجذور التربيعيه الجذر التربيعي للعدد أربعة ألف ومئتين وخمسة وعشرين خمسة وستين الجذر التربيعي للعدد أربعة ألف وسبعمية وواحد وستين تسعة وستين ممتاز حلا درس المضاعفات مضاعفات العدد أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين ثمانية وستين أربعة وثلاثين مئة وثلاثين أربعة وثلاثين مئة وسبعين أربعة وثلاثين مئتين وأربعة أربعة وثلاثين مئتين ثمانية وثلاثين أربعة وثلاثين مئتين واثنين سبعين أربعة أربعة وثلاثين ثلاث مئة وستة أربعة وثلاثين ثلاث مئة وأربعين ما شاء الله باقي النهار يلا النهار مستعدة الجذور التكعيبية

زاد خمسه عشر سبعه واربعين مراحل عده سبقت مشاركه طالبات تعز في المسابقه الدوليه للحساب الذهني بمصر العربيه، منها التصفيات التي اقيمت على مستوى مدارس المحافظه. انجاز طالبات تعز في مسابقه الحساب الذهني الدوليه، صاغته معلمات يمنيات تجاوزن كل صعب، وسخرن اليسير من المتاح، وصنعن بجهود اغلبها ذاتيه، قصه نجاح متميزه. وقدمنا نماذج مشرفة أصبحت مصدر إلهام للكثير من الطلاب وحفزت أولياء الأمور للدفع بأطفالهم لتعلم مهارات الحساب الذهني والخوارزميات أستاذ رجاء يعني بعد الإنجاز الكبير اللي تحقق في جمهورية مصر العربية هتتوقفوا ولا هتتوقفه تستمروا؟ احنا لسه نخطط لل... لابعد من كذا وفي برامج جديده احنا ضفناها الان في المدرسه. <applause> آه معانا افكار جديده ولازم هذول البنات ما يوقفوش عند هنا. <applause> آه، عند هذا المستوى فقط لا الطالبات متطلبات الان اشياء جديده وبرامج جديده مستويات جديده واكيد آه، <applause> لانه لو وقفتهم لحد هنا لهم احباط لازم لازم يتذوقن كل شيء <applause> الان آه، ان شاء الله المدرسه داخله بالذكاء الاصطناعي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كمان في برنامج كنجارو آه، في معنا نحن مكعب الروبيك ان شاء الله بـ الاستاذه بـ ان شاء الله خلال الايام القادمه بتبدا تدربه <applause> احنا اي فكره اي مهاره جديده ممكن نضيفها للاطفال احنا مستعدين ننمي مهاراتهم قدراتهم سواء الشخصيه او الفكريه طيب هذه المستويات المتقدمه وهذا اللي قادمه عليه ان شاء الله في المستقبل يحتاج دعم اكيد هو الطموح موجود والافكار موجوده والدراسات موجوده وجاهزه نبحث عن داعم يعني مثلا فكره الذكاء الاصطناعي موجوده ومدروسه والرقم اللي اني احتاجه لدعم هذا البرنامج وطبعا الموزر. الذكاء الاصطناعي الان اصبح حديث العالم صح. احنا احنا فين والذكاء الاصطناعي في بقيه الدول فين؟ صح. فلازم نبدا بالذكاء الاصطناعي يكفي تاخر الى الى هذا الحد لازم م. ان نخطو خطوه شجاعه حتى وان كنا في البدايات وهذه الخطوه الشجاعه تحتاج دعم كبير واحنا طبعا كمدرسه حكوميه نفتقر تماما للدعم ما فيش ما فيش اي دعم اذا انا أعتبر انه رسالة ينبغي ان تصل لكل الجهات المعنيه والجهات المختصه انه ادعموا مثل هكذا مشاريع آه الاستاذ رجاء يعني انتم في مدرسه نعمه رسام بداتوا ربما بعشر طالبات صح نعم علاج. صحيح آه الان وصل عدد الطالبات الى كم ما شاء الله المدرسة الآن أصبحت حصة دراسية معتمدة أيوة وإحنا كذلك ما خليناش المشروع يقف عند مدرسة نعمر السام لا إحنا دربنا من كل مدرسة موجودة في تعز سواء المظفر أو القاهرة أو صالة دربنا مجانا مدرسات من كل مدرسة مدرس مدرستين حتى تستطيع كل مدرسة أن تدخل هذا البرنامج ما يبقاش الطالب يبحث عن طريقه للوصول لهذا البرنامج عندما يرى اقرانه من الطلاب ويتمنى تصبح بالنسبه له مستحيله ليش؟ فعشان كذا احنا نشرنا هذا الموضوع في جميع المدارس عشان نقول ما يتوقفش عند دعم معين وحاولنا نوفر كمان المعدادات للمدارس سلفناهم بحيث انه يبداوا كخطوه اولى والحمد لله في استجابه كبيره من جميع المدارس وبندخل مسابقه قادمه ان شاء الله إن شاء في الله. شهر سبعة باذن الله آه بنجمع في كل طلاب طلاب آه تعز آه حتى في الحوبان احنا برضه ندرب اونلاين مدربين آه عشان كمان في صبر بدانا ندرب مدربين آه الاقروض بدانا بس مش... يا ليت تتعمم الفكره على كل المدارس على كل المحافظات احنا نتمنى انه ندخل كل الجمهوريه مش مش تعز فقط ولا جوار تعز احنا مستعدين احنا نعطي الفكره ونعلم الفكره للجميع بحيث انها توصل لكل طالب لازم أه. الطلاب هذول يجددوا كما قلت ودائما اقول لنفسي هذه الاجيال لن تغفر لنا ان نظل دائما بالورقه والقلم نعلمهم على الاصابع هذولا اجيال اجيال التكنولوجيا اجيال الحداثه اجيال المستقبل صح. لازم ان يتذوقوا هذه الاحداث الجديده وهذه التكنولوجيا القادمه لن تغفر لنا هذه الاجيال ابدا ان نظل في قوقعات الماضي لازم لازم يكون في عندنا احنا حماس واصرار ان نقدم على كل شيء جديد شوفي انا مراهق الحمد لله انه قطعتم هذا الشوط الكبير وحققتم هذا الانجاز انه تحصل على المركز الاول وانت عادك تجربة ناشئة وكذا وتحصد المركز الاول على مستوى 12 دولة ربما الهند وايش الدول ابرزها الهند وكمان مصر والجزائر وتونس يعني دول متقدمة ما شاء الله ولذلك انا مراهن عليك ومراهن على الاستاذ عفاف مراهن على كل المدربات وعلى الطالبات انه ما دام وصلتم لهذا الانجاز في ظل التحديات والعراقيل وتغلبتم عليها اكيد حتوصلوا ان شاء الله. اقول لك حاجه، اول امس تواصلوا معنا الاكاديميه الاكاديميه اللي حصلنا فيها على المركز الاول في الحساب الذهني عشان نودي رفاه اللي حصلت على المركز الاول تسابق معاهم المره الثانيه حل. بس ما فيش امكانيات ما فيش امكانيات ما فيش امكانيات السفر ايوه ما عنديش اني كيف اسفر مره ثانيه بدل سفر اعتذرت تذاكر وكذا ما فيش. اعتذرت اعتذرت للاكاديميه قلت ما نقدرش لا بس ب... بدل الاعتذار ليش ما كنت وجهتي دعوه ل... لشركات تجاريه أ... لجهات مختصه انه ترعى الموضوع بنأجل الموضوع لحاجه اكبر من كذا انا اتمنى اني يعني إن... ما ما, ما باخذش تجربه بحيث انني أبع... أبع... ابحث عن دعم لطالبه م. لاكرر نفس الموضوع. لا مم. ببحث عن, عن دعم, دعم لموضوع مستمر. جديد لموضوع جديد كمان. و... لأكثر من طالبه. ايش الفائده ان رفت تروح تخوض نفس التجربه مع نفس الدول مره ثانيه، ايش ايش الفائده؟ خلاص احنا اثبتنا مم. ان هي الاولى على مستوى هذه الدول. ايش الفائده انني اكرر؟ مم. فنخليها لتجربه اخرى ويكون صح. الدعم احسن. هذه فكرتي وان شاء الله نوصل للي احنا نتمناه ونطمح له. شكرا استاذه رجاء، بصراحه انا فخور بهذه التجربه وربما الشعب اليمني كله فخور بهذا الانجاز اللي حققه طالبات المرحله الاساسيه في مدرسه نعمه رسام. اتمنى من الجهات المختصه من الداعمين من التجار انه مثل هكذا مشاريع ينبغي ان تعطى أولوية كبيرة في الختام لا يسعني إلا أن أشكر طالباتي وبناتي الأعزاء الذين أو اللواتي حققنا المراكز أو المركز الأول فيها مسابقة الحساب الذهني في جمهورية مصر العربية وتمنى لهم الكثير أيضا من المشاركات والإنجازات اللاحقة على فكرة نحن نتابعكم ونفخر بكم أنهار و... وحلا وهبه واشكر الاستاذه رجاء الدباعي شكرا لك استاذه على كل الجهود التي تبذليها اتمنى انه ربي يوفقك للكثير والكثير طالما والنوايا سليمه وعندك هدف اتمنى انه الله سبحانه وتعالى يوصلك لهذا الهدف وتحققي درجات او مراحل متقدمه في هذا المجال وفي مجالات متقدمه اخرى ايضا اشكر الاستاذه عفاف مهدي وكل المدربات والمشرفات على طالبات الحساب الذهني وايضا غيرها من المجالات الرياضية التي بالفعل أصبحت مصدر من مصادر الفخر والاعتزاز وقصص وبصمات ملهمة للكثير من طلاب وطالبات الجمهورية اليمنية ألقاكم في حلقة قادمة حتى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله إذا مشاهدينا الكرام في كل مكان نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بصمة نلقاكم في حلقة مقبلة حتى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته